خش على اللي بعده. نعم رز بلبن. هنعمل رز بلبن رجيم مع بعض. تعال شوف هنعمله مع بعض ازاي. دي التركية بقى، اللهم صل على النبي. تعال ايه قواعد عمل الرز بلبن؟ رز بيتغسل مرة واثنين وثلاثة، المقادير على الشاشة. بعد كده بنحطه على النار يستوي، بعد كده بنحط له الحليب والسكر. كلنا بنعمل رز بأمهاتنا بيعملوه كده أحسن مني مليون مرة. حلو الكلام. وعشان يبقى قوامه انسجامي بندوب شوية نشا في شوية حليب وبنحطهم على الرز بلبن. ده الطبيعي، بندوب النشا مع الحليب وبنحطهم علشان يديني قوام. حلو الكلام. نبص عليه كده، هو ده. انا عايزه طبعا قليل الدسامه شويه. نعمل ايه؟ الرز هنا مستوي جاهز، بناخده كده على جنب. حلو الكلام. وهنعمل تركية كده، بما ان احنا معانا كراميل، بما ان احنا معانا كراميل، نحط شويه الحليب دول كده. حلو. حليب بنشتريه من اي سوبر ماركت، فيه نسبه دسامه قليله، خالي من الايه، من الدسامه. ومعايا الكراميل اللي بتاعنا ده كده. بص بقى، دي مش معانا في المقرر يا استاذ رحاب، مش في المقادير، بس بما ان الكراميل اللي معايا باخد معلقتين كراميل. يا دلع، بدل العسل. حلوه دي يا شيف، والله فكره. بس خلاص ونقلب. ده المطبخ، لما بتبقي انت واثقه من نفسك بتبقى زي الست ام كلثوم قالت: واثق خطوتي يمشي ملكا. الحليب هنا لونه غير شويه، عادي، انا عايزه كده. ونسيبه كده على النار. ننزل بالرز اللي اتسلق بالحليب بتاعنا. خد الحلاوه، هو ده. الله الله عليك يا عم الشيف، الله على دلعك. طب ايه الرجيم هنا يا شيف؟ وايه، ما تقول لنا، وضح لنا الموضوع. يعني رز بلبن وهيلسي، اشترينا حليب من السوبر ماركت وقلنا موجود في السوبر ماركت، جبنا الرز المصري بتاعنا الجميل، غسلناه مرة اتنين تلاتة، اتخلصنا من النشويات بتاعته بقدر الإمكان، بناخده غلوة في النار، الغلوة دي بتاخد النشويات منه وبنركنها على جنب، وخلص وحطيناهم على بعض وعلى النار. مش عايزة فزلكة ولا عايزة أي اختراع خالص، ببساطة خالص. زي ما عملنا قبل كده كوارع رجيم، عملنا فتة الكوارع رجيم. ينفع نعمل فتة كوارع؟ لأهميتها الكوارع والقيمة الغذائية بتاعتها، نعملها بأي طريقة احنا عايزينها. ازاي يا عم الشيف؟ بعد الكوارع ما بتغلى على النار وتستوي، بنركن الحل على جنب. الطبيعي ان الدهون بتظهر على الوش، بنشيل الدهون دي، اصبحت الكوارع بنسبه 50% قللت الدسامه. ولكن فايده الكوارع حاجات كتيره قوي، للاعصاب وللنخاع ولمرضى السكر وللشعر وكل حاجه حلوه. بس على كبس الزر كده على التليفون فايده الكوارع هيطلع لك كذا فايده. الرز بلبن جاهز للامانه كده. هاخد ايه، معلقه نشا صغيره مع حليب زي دي كده، واحطها في القلب كده بس خلاص. ونغرف بقى وناكل الحبايب، وعندنا شويه مكسرات نزين بها الايه، الرز بلبن. روق على الترابيزه. اغرف كسروله كبيره، نغرف كسروله كبيره زي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. رز بلبن. نشيل التوم من السكه، اوعي التوم يجي جنب الرز، خلي بالك. يلا مع بعض، مخرجنا حبيبنا، يلا. انا عارف انك بتحب الحاجات ديت. الرز بلبن جاهز. بس يبقبق، عينيا تشوفه بيبقبق. يلا قومي قومه، قومي قومه. جيب التفاصيل. خلاص، هو ده اللي انا عايزه. تعالوا نغرفه مع بعض، اللهم صل على النبي. يلا العب يا سمك، هو ده. اللون بتاعه لون كده مش في المقرر خالص، مش موجود في المقرر. اي حد بقى هيقول لي تفاصيله ايه، لازم يشوف الحلقه من الاول، يشوف من اول ما عملت السينابون. عندنا جوز الهند ننزل بيه كده، عندنا شويه فول سوداني ننزل بيه كده. هتقول لي فول السوداني، ما انا حاطينه في الاخر، الا عايز يحط. عندنا زبيب بننزل بيه كده. عندنا بندق، يا بندق ننزل بيه كده. عندنا فوزدو حلبي ننزل بيه كده. ما تقوليش بقى غالي وما تبقيش بخيله. شويه فول سوداني، انا بحب الفول السوداني الاسواني بالذات، عشان بتوع اسوان الناس الطيبين اللي بحبهم. شويه جوز الهند ناعمه. حلو قوي.
شوية زبيب. والله تحفة. ايه ده؟ اللي عجبني في القصة وما كانش على البال وطلع معايا كده اللون الرز بلبن، معلقتين الكراميل اللي حطيتهم على الحليب وحطيت عليهم الرز بلبن. حلقة النهاردة فيها شوية تفاصيل، فيها خبرة طهوية فيها حب أكتر من خبرة طهوية، والخبرة الطهوية بتيجي من الحب. الواحد لما يحب مطبخه وست البيت تحب مطبخها، ومفاتيح السعادة الزوجية والأسرية جوه بيتك وجوه جيبك اللي هو المطبخ تقدر تستخدميها، وده السلاح القوي ليكي. تطلبي الأباجورة، تطلبي تغيير البيت، تطلبي تغيير الفرش، تطلبي عربية، منين؟ من المطبخ. خلي بالك اعملوا له أكلة حلوة، حلة محشي، كل حاجة تبقى حلوة. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين؟ من مسبيرو.